في يومنا هذا نشيع جنائز الشهداء الأبطال منتسبي المقاومة الوطنية الشهيد البطل شهيد الغدر والخيانة محمد أبو لحوم وشهيد الشهيد البطل مجدي العماري الذي استشهد في المثارس الأمامية. نحن نوجه رسالة للعدو، لسنا نادمين أننا وصلنا إلى هنا نستشهد، إما النصر وإما الشهادة. إيش من أباتشي لنستخدم أباتشي؟ نحن معنا أقوى من الأباتشي، أقوى من الأباتشي. الرجال الصلبة تواجه في المتارس، أنواجه أباتشي ونواجه الكورنيد ونواجه كل ما كان من إمكانية الحوثي بقوة عزيمتنا إن شاء الله وبعدالة قضيتنا. هو الذي استولى على الأباتشيات والميج 16 والإف 36، والحوثي استولى على إمكانية البلاد، على مؤسساتها الدستورية، على خيرات البلاد، على مكتسبات الثورات الذين قاموا بها أبطال الأبطال، ثورة سبتمبر وأكتوبر، واستولى على مكتسبات الوحدة 22 مايو عام 90، واستولى على كرامة الرجال، واستولى على البيوت، استولى على كل إمكانية للشعب. الميليشيا الحوثية لا تريد إنهاء الحرب، لا تريد وقف القتال، لا تريد وقف إراقة الدماء. الميليشيا الحوثية ذات مشروع ممنهج سلالي طائفي كهنوتي إمامي، يريد أن يستبد الشعب، يريد أن يستغل الشعب. يعني فرض الخمس من أجل الإتاوات، وما بعدها إذا نفذ برنامج الخمس سينفذ برنامج أكثر من برنامج الخمس، ليس له أي مشروع حياة. لقد كان الشهيد محمد أبو لحوم من خيرة المقاتلين في المقاومة الوطنية، وهو يعد خسارة فادحة للمقاومة وللواء الرابع. كان بالنسبة لي أنا يمثل الأخ والولد والرفيق، وكان للمقاومة من الأبطال الأشاوس الذي لا يشق له غبار. ولكن مع الله، نقول مع الله، وإحنا جميعا سائرون، ومن أجل الوطن كل غالي يرخص. كان أحد زملائنا، حتى التحقنا إلى المخاوت، حتى التحقنا في الجبهة، في جبهة الجاح، وكان له دور كبير، وكان يعني صاحب المعنوية العالية والجاهزية، فكان وما لحظة إلا وهو يحدثنا به عن الموت وعن الجدية، وأصطاب حتى وهو جريح وهو ينادينا أشتي السلاح أشتي الصمود عليكم الثبات، وكان يوصينا بالموت في كل ساعة في كل حين، يقول أمانتكم إذا مت أو مات أحد منكم انتظروا المقبر وأن تودوا على تكمل الاستعداد الجاهزية، وكأن في قلبه أنه على أنه شهيد. وكان يقول والله إن إحنا على الحق وعليكم الثبات يا رجال. مجدي العماري الذي أبطل زحف العدو الإيراني الحوثة في منطقة الجبلية، والحمد لله ونحن هنا، احنا والزملاء والقوات المشتركة والمقاومة الوطنية صامدون وواقفون إلى آخر نفس حتى ننهي الشرذمة الإيرانية الحوثة الذين سعوا في الأرض فساد. ونحن هنا في الساحل الغربي لا ننتمي إلى أي حزبية أو عنصرية، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. تحية الجمهورية اليمنية.